قال عبد الله بن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. قال: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني أجود الناس على الإطلاق وأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سبحان الله ما استقر في فطر الناس، يعني الناس عربيهم وأعجميهم في زمن الجاهلية وفي زمن الإسلام فطروا على محبة الكريم السخي الجواد، وفطروا على بغض البخيل الذي يمسك الأموال ولا يدفع، الذي يكون دفع المال عليه عزيز بعكس الإنسان الذي يكون دفع المال عليه شيء رخيص. هذا الأول محبوب، ولذلك لا يستقيم ملك، لا تستقيم سيادة، لا يستقيم إمارة مع إنسان بخيل.